أن ينضم إلينا من مدينة أونتاريو الكندية البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. أهلا بك معنا في هذه الجولة. بعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الانتهاكات أصبحت واضحة للجميع، ولكن كيف تقيم حتى الآن ما قدمته الأمم المتحدة؟ حسنا، من الواضح والجلي منذ البداية أن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي، حتى تسبب في المجاعة وحماية المواطنين من الحاجات الأساسية مثل الوقود والمياه، مما يتسبب في مزيد من التدهور في الحالة المعيشية للمواطنين المدنيين، وهذا مخالفا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استخدام العنف الخطير والشديد من خلال قصف وضرب المنازل والبنية التحتية، وهو أمر مرفوضا وفقا للقانون الدولي. وهذه أكبر حملة ضرب وأكبر حملة قصف في التاريخ الحديث، وبأكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين والخسائر المادية، وهناك تهجير قسري لأكثر من مليون فلسطيني، مما يتسبب في مزيد من التدهور الحالة المعيشية في قطاع غزة، وحرمان المواطنين من المياه والغذاء والخدمات الصحية، وليس لديهم أي قوة أو أي مقدرة على الحصول على الحاجات الأساسية، خاصة في فصل الشتاء. كان هذا أمرا مذهلا ومدهشا للكثير، وأيضا أمرا صادما أن ترتكب إسرائيل بهذا الشكل الخطير والفادح هذه الانتهاكات. فبالتالي أيضا هناك عدم التزام بقرارات محكمة العدل الدولية من جانب إسرائيل، بسبب قرارات وقف إبادة الجماعية في من جانب إسرائيل في غزة، وهذه تحذيرات خطيرة من أكبر مؤسسة ومحكمات دولية في العالم، التي كان من شأنها إنهاء العمليات الإسرائيلية العسكرية في غزة. بعد كل هذه الانتهاكات التي تحدثت عنها بروفيسور لينك، وكما تعلم قرارات الأمم المتحدة هي ليست ملزمة بالنسبة لإسرائيل، وأنت كما ذكرت ما أقرته محكمة العدل الدولية لن تنفذه إسرائيل، ما الذي يمكن أن يردعها بعد كل ما قامت به من انتهاكات؟ بالطبع هذا صحيح، لابد أن نضع في الحسبان أن قرارات العدل الدولية تتطلب بعض الإجراءات المؤقتة بداية من يوم الجمعة، وقد أوضحت بعض النقاط هنا. المحكمة على مدار ثلاثة مرات خلال الثلاثة أعوام الماضية اتخذت قرارات فيما يتعلق بروسيا وسوريا ونيمار. في هذه الحالة دولة في الشمال العالمي في أمريكا الشمالية ذكرت أن العدل الدولية لابد من إطاعة والالتزام بتنفيذ قراراتها، والعدل الدولية هي الركيزة الأساسية للنظام القانوني والقضائي الدولي، ولابد من طاعة أوامرها بشكل ملزم. ولكن هناك من يقول نحن نعم نمتثل لهذه القرارات ويفعلون ما يخالف ذلك، فبالتالي الأمر يتعلق بإنفاذ القرارات من خلال مجلس الأمن في نيويورك، وأعتقد أنه في يوم الأربعاء سوف تكون هناك لقاءات لمجلس الأمن فيما يتعلق بمسألة فلسطين والقضية الفلسطينية بشكل عام. وبشكل واضح هناك بعض الدول مثل الجزائر سوف تضع قدما بعض الأدلة، وأيضا تضع بعض القرارات أمام مجلس الأمن من أجل الحصول على موافقة بتطبيق وقف إطلاق النار الملزم على إسرائيل. نحن نعلم أن هناك ثلاثة قرارات سابقة تطلب بوقف إطلاق النار من جانب مجلس الأمن منذ أكتوبر، وكل من هذه القرارات الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لوقف هذا القرار. ما يمكن أن يحدث في المرة الرابعة سوف ننتظر ونرى ما يحدث، ولكن الولايات المتحدة نفسها لابد أن تتحقق كيف أن هذا الموقف يضع إسرائيل في موقف حرج وخطير للغاية، ربما تغرق بسبب هذه الإجراءات العنيفة، ولابد من وضعها في الحسبان. بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة تقدم الحماية الدبلوماسية وتستمر في الدعم العسكري لإسرائيل لتنفيذ هذه الحرب والعدوان بكل الطرق، حربا أيضا تسيء من سمعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب لابد أن تنتهي ولابد أن يكون هناك وقف إطلاق النار. طيب، ننتقل إلى تطور آخر. بعد الادعاءات والاتهامات التي تقوم بها إسرائيل ضد وكالة الأونروا، وبالفعل قامت العديد من الدول بسحب تمويلها أو ما تموله لصالح هذه الوكالة
كيف يمكن أن تكون مؤثرة هذه الخطوة على المشهد؟ يمكن أن نتمنى ونطمح أن هذه الدول التسعة في شمال أمريكا وأوروبا تستمع إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه هناك مزاعم خطيرة، وأيضا دعا هذه الدول وهم الداعمين الأساسيين للأونروا من أجل الاستمرار في تقديم مساهماتهم ومساعداتهم. هذه أسوأ أزمة إنسانية رأيناها في غزة، وكانت هناك غيرها الكثير من قبل. بالطبع هذا الوقت عصيب للغاية، لا يتحمل وقف الدعم المالي أو الدعم بكل أشكاله مع توقيع العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني، هذا أمر لا يحتمل. وبالطبع لابد أن نضع في الحسبان أن الأونروا لديها 3000 موظف في غزة وحدها، المزاعم تتعلق ب12 منهم فقط. فبالتالي يمكن أن نقول أن هذه المزاعم، نفترض أنها صحيحة، لا يمكن أن نتفهم لماذا تقوم الدول المانحة ولا تسمح للأونروا بممارسة أعمالها بالتحقيقات السريعة بشأن هذه المزاعم واتخاذ قراراتها بناء على ذلك. هم يعاقبون ليس فقط 3000 موظف في غزة، هم يعاقبون أكثر من 35,000 موظف في أونروا حول العالم أو في الموظفين في الشرق الأوسط، ويعاقبون الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الخدمات والمنح المقدمة من أونروا. هذا عقاب جماعي، وهذا أيضا ينتهك أحد الإجراءات الأساسية للمساعدة الإنسانية التي أطلقتها العدل الدولية في يوم الجمعة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة أونتاريو الكندية البروفيسور مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. شكرا على هذه المداخلة.